هذا مشاهدينا الكرام، وقد أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب آلية عودة الجماهير لمدرجات مع بداية الموسم الجديد للدوري الممتاز 2021-2022، وذلك عن طريق بطاقة المشجع فان آي دي، وذلك من أجل التسهيل على المشجعين في حجز التذاكر والتواجد في المدرجات بصورة منظمة، كما كان الحال في بطولة أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 عام. تهدف رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري في البحث عن أفضل الحلول من أجل راحة المشجعين في عملية الدخول والخروج من المدرج وسهولة الحصول على تذاكر المباريات والابتعاد عن الطوابير والسوق السوداء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد عبادة، رئيس قطاع العمليات بشركة تذكرتي. أستاذ أحمد، بعد التحية، السؤال الذي يطرح نفسه دائما، متى ستكون عودة الجماهير؟ هل مع انطلاق الدوري الممتاز؟ دعاء، ازيك؟ إن شاء الله مع أول جولة إن شاء الله هيكون في جماهير في المدرجات. نعم، طب والآليات اللي هيتم اتباعها؟ من المؤكد أن هناك آليات معينة سيتم اتباعها. زي ما أنت أشرتي في المقدمة، هو هيتم اتباع نفس النظام اللي كان موجود في كاس افريقيا 2019 تحت 23. هو ان الجمهور بيدخل على تذكرتي.com، بيقدم على الفان اي دي، وبعد كده بيقدر يشتري التذكره بتاعته. الناس اللي كانت اوريدي مسجله او سجلت قبل كده على السيستم في الاوقات اللي فاتت او في البطولات اللي فاتت، مش محتاجه انها تعيد التسجيل او مش محتاجه انها تسجل بياناتها تاني، نفس البيانات هتبقى موجوده، مع اضافه ان لازم شرط انك تشتري تذكره انك تكون حاصل على لقاح كورونا عشان الجائحه. طب فهو ده بس الاختلاف اللي موجود، والفان اي دي شكله هو اللي هيتغير. هيكون في شكل جديد للفان اي دي، الناس هتقدر تستلمه بعد ما تشتري اول تذكره، بس نفس النظام بنفس الاليات بنفس كل الحاجه اللي استخدمت في بطوله افريقيا وتحت 23 سيتم استخدامها في الدوري ان شاء الله. نعم، التسجيل من خلال موقع شركه تذكرتي.com الى اي مدى يساعد في القضاء على السوق السوداء؟ طبعا موضوع ربط التذكره بالفان اي دي، ان لازم المشجع وهو داخل الاستاد يكون لابس الفان اي دي ومعاه تذكره عليها نفس رقم الفان اي دي مربوطه بيه. طبعا ده بيساعد جدا ان احنا نقضي على السوق السوداء، وبيساعد ان احنا نوفر مناخ يعني امن وسهل في الدخول، وكل حاجه بتكون منظمه، وكل واحد بيكون عارف هو رايح انهي درجه، هيدخل من انهي باب، هيقعد فين، فكل حاجه بتكون اسهل على الجمهور وبتكون منظمه يعني بشكل كبير. اذا نحن نتحدث عن انه لا سوق سوداء بهذه الطريقة؟ لا طبعا 100%. نعم، طيب بما ان حضرتك قلت ان هذه المرة او هذا العام الجديد في موقع شركة تذكرتي انه لابد ايضا من ايضاح ان هذا المشجع قد اخذ التطعيم بالفعل، اذا هل هناك عدد محدد من المفترض ان يكون عليه المشجعون؟ زي ما رابطة الأندية اعلنت، طبعا هيكون في 2000 في كل مباراة، 1000 لكل نادي. هو ده العدد اللي هيتم السماح بيه في الاول، في اول الجولات. هذا في البدايه، لكن بعد ذلك لسه ما فيش اي معلومات مؤكده بعد كده العدد هيبقى قد ايه، بس في البدايه ان شاء الله نبدا بالرقم اللي انا بتاعي. نعم، طيب بما ان هذه هي البدايه، 2000 مشجع في المباراه الواحده، على اي اساس من الممكن ان يزيد هذا العدد فيما بعد؟ طبعا كل ده يعني ما فيش معلومه مؤكده فيه او فيه يعني حاجه اقدر اوضحها لك في الموضوع ده، بس ان شاء الله نبدا بال 2000، وان شاء الله ان شاء الله الدنيا تمشي بالنظام وتمشي يعني كل حاجه تبقى كويسه، وان شاء الله يعني في المستقبل يا رب يكون في تغيير. نعم، استاذ احمد عباده، رئيس قطاع العمليات بشركه تذكرتي، جزيل الشكر لحضرتك.